على المكشوف عشان ايه نتوصل لحد. مرتضى منصور ظاهره لازم نقف عندها شويه. راجل ذكي، راجل ذكي، راجل اللي بيحصل ده كله هو من تخطيطه. انا اقول لك على حاجه، كان في بعض وانا دخلنا في متاهات، انا مش عارف بس ما هو مش انت بس، انا عايز اقول أسماء. انا عايز اوصل لحاجه. انا نادي دلوقتي راح عنده ماتش وما راحش، هتحكي لي بقى تاريخ مرتضى منصور؟ لا، ده النادي ده ينزل درجه ثانيه حسب اللائحه. لا مفيش لائحه بتقول كده. لا في لائحه بتقول تطبق كده. هو تطبق اللائحه، تطبق اللائحه، تطبق اللائحه اللي هو مهزوم وست نقاط في نهايه الموسم خصم من رصيد. اللائحه بتقول دي، اللائحه بتقول كده. خلاص يبقى تطبق اللائحه خلاص، وفول ستوب، وانتهينا. طب وسؤال ثاني هو يعني برضو ايه، طب اما يكون في اي اداري، سيبك من مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، انا لو عايز اتكلم عليه هتكلم عليه بس انا ما بتكلمش عليه، لو كان في عنصر اداري في اي حته برضو بيعمل مشاكل. انا شايف مش حكايه ان هو انتصر، حكايه ان هو بيضرب سيستم، بيضرب تنظيم، نظام موجود. بالظبط. ازاي نقدر نقاوم الموضوعات دي، او ازاي نقدر نخلص الدوله ازاي الدولة. طب افتح لي الموضوع شويه، الدوله تعمل ايه؟ تطبق عليه قانون ايه؟ الدوله مسؤوله عن السلام، السلم الاجتماعي والامن، الامن الاجتماعي. تمام كده، تمام. اذا كان واحد او شخص او مجموعه بتعكر صفو الامن الاجتماعي وانها بتعمل يعني كايوس، اضطرابات او اضطرابات او تخلي الناس تخش في بعضها وتعمل مشاكل جماهيريه، الدوله عندها السلطه انها تخش وتاخد القرارات المناسبه. طيب خلينا يعني انت شايف ان الدوله في الحته دي كان المفروض يبقى لها تواجد اكتر موديه وشها الناحيه الثانيه. الحاجه الثانيه خلي بالك، لو هي تدخلت بطريقه او باخرى، هي او الوزير او خلافه، الحق ده الكف، الاتحاد الدولي فين، والحق ده العمليه، بعيدا عن التدخل الحكومي والكلام الفارغ اللي احنا سمعناه والاداريين او الاداره الرياضيه صدعتنا منه، تفتكر برضو ده كان ممكن يعني تعدي منه؟ والتدخل الحكومي في الشان الرياضي حاجه، والتدخل الحكومي لانها مساله الاداره، وان هي يعني تضع حد، لو حد بيهدد السلم او الامن الاجتماعي او الامن الوطني عندها مبرراتها. بس ده بيشتغل برضو في السيستم الرياضي، يعني الشخص ايا كان مين الشخص ده بيشتغل في السيستم الرياضي، ولا نشيل منه الحمايه الرياضيه او الحصانه الرياضيه؟ لا لا لا, 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 لا انا خايف من ايه يعني، خايف من ايه؟ من الاتحاد الدولي يعني يوقف لي النشاط يعني انا ما العبش؟ يوقف. كابتن عصام انت قلت لي حاجه مهمه اللي نوقف عندها، لان نفسي اسمعها منك. زمان قوانين الاتحاد الدولي ده موجوده، والميثاق الاولمبي موجوده من عشرات السنين، لم نسمع عنها ان تدخلت تلك الجهات ولا في اي مرة. حاجه مش معنى دلوقتي دي بيخوفوا بيها الناس، بس بمعنى يعني عشان ما تقربش مني احسن الفيفا هتوقف دلوقتي. ما هو مش عشان في ازمه، بس في اتحادات اتوقفت. ما قلناش، لا انا 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 انا, أنا بص ست اللواء، لا في حاجه، انا كل 8 سنين كان في قانون الثمان سنين، قصدي اللائحه 8 سنين ويمشي، كل 8 سنين كان بيجوا كل الناس اللي هم هيمشوا ويعملوا مؤتمرات صحفيه كبيره و الميثاق الاولمبي، ما كانش كان المسؤول ما بيهموش. انا شفت حسن صقر يا استاذ كمال الكلام ده على الاتحادات، الانديه ده شان خاص، مش هتيجي اللجنه الاولمبيه الدوليه تقول لك انت مشيت مجلس اداره نادي الزمالك ليه. القانون الجديد بيظبط القانون الجديد بتاع ايه؟ القانون بتاع الرياضه بيقول لك الانديه اللجنه الاولمبيه والاتحاد اللجنه الاولمبيه خلاص. لا لا لا، اللجنه الاولمبيه حاجه تانية خالص، اللجنه الاولمبيه هي عضو في اللجنه الاولمبيه الدوليه، والميثاق الاولمبي هو اللي بيحكمها. الانديه دي انديه خاصه ملهاش علاقه. لا اللجنه الاولمبيه اللي بيتبعها الاتحادات ومناطق الاتحادات، والانديه بتدير كل الانديه شركات. الانديه شركات مساهمه، ده موضوع تاني خالص دلوقتي. شركات مساهمه لسه اللي هنعملها. لا يعني في الدنيا كلها، انا بكلمك على النظام اللي في العالم. خلينا هنا في مصر. اللجنه الاولمبيه لو انت جيت حليت مجلس اداره نادي الاهلي والزمالك، ولا لجنه اولمبيه ده ولا حد يقدر يكلمك دلوقتي. لا فيها مش يعني لا ايا كان ايا كان. مفيش. كان انت بتبص للنظام اللي هو العالمي، لكن هي في قضيه بس. مين اللي هيخش؟ مين اللي هيجي يكلمني؟ مين اللي هيجي يكلمني؟ اللجنه مش فيها مشكله. المهم ما فيهاش مشكله، انت بس عايز تعمل فيها مشكله. اللي انت عايزه، اللي انت عايزه، ما فيش مشكله خالص. انا مش عايز اختلف معاك. اللجنه خلي بالك في مشكله. خلينا نبقى واضحين، الجيل القديم اللي كان بيدير ما بقاش له مكان في الجيل في التحديث. اذا كنا نحتاج لواحد خبير لازم يكون وسط 15 او 10 من الشباب. مين الجيل ده؟ ما انت جاي في اتحاد الكوره ناس جديده حتى على نفسها، عمرها ما دخلت شافت اداره. لا الفئه العمريه انا بتكلم، انا اقصد ايه؟ فين القدام دول؟ ده يا ريت تجيب القدام، ده الجداد اللي موجودين دلوقتي بوظوا الدنيا. ما هو ما بقاش اللي انت معينهم، اللي معينهم في كمبيوتر يا كابتن عصام، كمبيوتر وحاجات كده خلاص. الناس القيادات فوق راسنا. انا خلي بالك الكمبيوتر ده في المكاتب الموظفين، مش اصحاب القرار. اصحاب القرار دول عنده خبرات في اداره اللعبه، انما الكمبيوتر والمهارات الحديثه دي للموظفين اللي قاعدين، وتجيب بنت سكرتيره
بتعرف كل العالم كله كابتن عصام كله كده. الرؤيه كمال بيها واجهه كابتن عصام بيتكلم على الفيجن الرؤيه والخبره يعني تبقى متعامل بالخبره التنفيذيين التنفيذيين